أعزائي المشاهدين، أعزائي الحاضرين، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا المساء. أقدم لكم برنامجاً جديداً. هذا البرنامج هو برنامج رواد ومواهب. والآن جاء دور الرائد الجديد، شاعر من شعراء نبط، في المناسبات وصوته وطريقة إدائه مميزة. فمن هو؟ عسكري، العسكري، العسكري اللي ورا، العسكري اللي ورا من فضلك، العسكري اللي ورا، تفضل. خالد سعد النوفل، إدارة مرور الرياض، شاعر رائد خلف هذا العتيبي. الرائد خلف بن هذال. مساكم الله بالخير. والله الليلة في أسعد لحظة شفناكم. نشكر هالبرنامج، وأحب أسمعكم قصيدة لقيتها العام الماضي في مؤتمر دول الخليج في أبو ظبي، وقرب للمؤتمر هذه الأيام في بلدنا، أحب أسمعكم إياها. سلام يا ستة على ستة الأقطار، درع الخليج عنا العبث والخديعة، الفجر فجر النور من نور الأقمار، والليل قمرة والمنازل رفيعة، فزتوا وفزنا يا أهل الفضل والكار، وعشتوا وعشنا في حياة وسيعة. باسم الفهد نحكي على ضوء الأخبار، باسم الفهد نحكي على ضوء الأخبار. فالمؤتمر قبل الإذاعة تذيعه، مليكنا للمملكة رمز وشعار، فهد وديع الشعب والله وديعه، ليث حفظ سنة محمد والأنصار مال الشريعة، غير حكم الشريعة يذود عن يعرب ويهتز ويغار، وادي يجيب ملاه يوقف تليعه، زعيمنا عظيمنا واف الأشبار، جاته نواميس الزعامة هم طيعة، حكيمنا حليمنا النافع البار، عسى النبي يوم القيامة الشفيعة، موجهين شعوبنا كل الأنظار، ولكم علينا يا ذر العرب بيعة، بيعة ولا لهل الولا، سر وجهار والعهد يولد في رضيع ورضيعة، في دار زايد مكرم الضيف والجار، شيخ لها أهداف التضامن طبيعة، زايد لنا منصة وداره لنا دار، وحنا ورا زايد احصون منيعة، وقابوس للترحيب وجلال وكبار، جلالة السلطان معتق منيعة، عاهل عمان وله معزة ومقدار، اللي حمى من يمة الشرق ريعه، ونثني لابن ثاني معاريف وقرار عرفان، والتعبير ما نستطيعه، هذا خليفة في قطر بل وفسار، خزم النفوس النازيات اللكيعة، وعيسى ولد سلمان مشهور الأذكار، في موطن أجداده ما خذها ذريعة، ستر المنامة عن مشعبث وغدار، من قبل تاقع يحتسب للوقيعة، وجابر ذخر جابر مناضل وجبار، رجله على دوس الأفاعي متيعة، صان الكويت ولال الأطماع معبار، خلى الفتن لبليس تقعد وضيعة، وأعلامنا حكامنا الغرة الأخيار، الأصل ياصل في تميم وربيعة، فيهم حياة شعوب في كل مضمار، وفيهم ازهرة العز وردة ربيعه، في ساحة الأحداث يا طيب الأشوار، حضار ما فيهم دخيل ونزيعة، توحيد كلمتنا لها بعد وأسرار،
والحب والجمعة ذهب الهزيعة والدم واحد والعرب دمهم حار واللي يفتر دمنا ما نطيعه نحمى عروبتنا نحمى عروبتنا عن الذل والعار والله ما نرضى للعروبة قطيعة نبلع خطى المخطي ولو صار ما صار ونريعه للحق حتى يريعه والمل يا حوي سوى يطفي النار ونصار متفرق قليل النفيعه اما وقف هذا الهذا فالاخطار سوق العوافي من شرابه يبيعه واما جمعنا الشمل مستنا الاضرار لازم تمر الصبح ولا تبيعه من نوم الفتنه ومن غدر الاشرار والمنتبه ما يرتبك فالفجيعه حثوا على القمه يا لمه بالافكار الراي ينفذ والاوامر فضيعه وقضوا على التخريب في عش الاوكار شراره من زند تلقى وليعه ودقوا للاستقرار ودقوا للاستقرار حلقه ومسمار عنكم وعن السو يقلع قليعه والحرص امام وخلف ويمين ويسار وزعت ضمير ما يخون بوزيعه حتما نشكل صف من دون الاسوار بسلاحنا مثل اسباع المجيعه دعات سلم ولاحسن الطرق نختار شعب يريد يعيش يجمع جميعه والمال ينفد والخساره في الاعمار ونتائج الاهمال تصبح شنيعه ومن لا جزع ولا فزع ما رجع ثار ونفس ثاري في ثراها شجيعه فالجو طياره وطيار وانذار انذار الاستطلاع قبل الطليعه والبحر يرسي بالسفينه وبحار ومدفع دفاعي على الملميعه والبر يعباله مدرع ومغوار وشبر بلا جندي للاسباب ضيعه والبر يعباله مدرع ومغوار وشبر بلا جندي للاسباب ضيعه حزب على الظالم وملجا للاحرار من غيرنا يذكر ويشكر صنيعه وطعم الحروب اقطع ومر من الامرار اعظام الاطفال البريه رجيعه الى متى ما تاضع الحرب الاوزار عن عالم الاسلام سنه وشيعه والمسلمين اخوان والوقت دوار وروس ما تصغي للتفاهم صديعه والرجل لو طالت حياته للاقدار حمل الدهر مغنى ولا اسم ضريعه هذا وانا حرس وطن جيت زوار هذا وانا حرس وطن جيت زوار احمل تحيات السعودي سريعه ولي عهد الفهد للمجد تذكار محبته ما نبتدعها بديعه نبصر نبصر ببصره عن زوغات الابصار بتوع باتوع الضلوع البتيعه له ذروه المجلس وللخير مدرار وله قبضه الحربه بضربه وجيعه وعن الحرس شاركت في نظم الاشعار احيا واموت ولا تضيع الوديعه والسلام عليكم. خلف من هذال. في الواقع نحب نحيي فرقة الإذاعة والتلفزيون الموسيقية بإشراف الأستاذ صبري البحطيطي وقيادة الأستاذ يونس الخطيب.